غازي يسد هالملف ما ممكن كرومي يسويها. شنو المكتوب؟ شوف هذا فيصل بخط ايده دا يجيب اخرته. منو قال لك؟ هو الملك حسين قال لي. ما قلت انت تصلح رئيس دوله، قال لي اذا ينعدم غازي منا انت ثاني يوم انت ما تبقى. بنفس الفتره اللي كان يعد بها انقلاب على عبد الكريم قاسم. والدي دز الخبر قال له انا طالما موجود هنا انت ما راح ترتاح، هو الجاسوس مال نوري باشا بالجيش، هو يخبر نوري باشا باللي يصير.